السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى الشرح الطريقة الصحيحة لفحص سخان الماء وإيجاد الأعطال. في بعض الأحيان تلقى أشخاص يكون عندهم مشكل بسيط في السخان الخاص به، هو ينحي كامل هذا السخان، يعني يبدأ يفكك فيه ويزيد فيه مشاكل واحدة أخرى. إذا بدون إطالة أول شيء نبدأ، مثلا لدينا الشعلة، هذه الشعلة بصح كي نشعلوا الحنفية في المنزل ما نلقاوش يعني ما يشتغلش هذا السخان. أول شيء كي يكون عندك مشكل تنحي هذا اللوتيو أو هذا الأنبوب أو كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة، تنحي هذا الأنبوب عفوا، تشغل الماء الخاص بك تشوف إذا اشتغل هذا السخان. إذا نقول ما عندناش مشكل في السخان الخاص بنا، إذا لدينا مشكل في الأنابيب المنزل. إذا ما اشتغلش إذا نقول عندنا مشكل في هذا السيربونتا، يعني كاين انسداد في السيربونتا الخاص بنا ولا عندنا مشكل في المومبران. أول شيء نفحصوا السيربونتا تاعنا، يعني مثلا ندخلوا الماء في هذا المكان نشوفوا هل يخرج ولا ما يخرجش. كي ندخلوا هذا الماء إذا خرج الماء بقوة في الجهة الأخرى ولكن السخان الخاص بنا لا يشتغل، في هذه الحالة نقول لدينا مشكل في المومبران. بصح في الحالة الثانية إذا دخلنا هذا الماء بصح ما يخرجش، ما يحبش يخرج الماء، إذا لدينا انسداد في السيربونتا تاعنا، نحيو السيربونتا تاعنا ونيطوايوها أو ننظفوها، إذا نحلو هذا المشكل. هذا فيما يخص المشكلة رقم واحد. نروح الآن المشكلة أيضا رقم اثنين اللي يلقاوها الناس بزاف بزاف دائما، يعني نحيو كي يشتغل هذا السخان كي نخليو يدنا لهنا الشعلة هذه تشتغل، عندما نحيو يدنا من هذا البوطون أو من هذا الزير يعني هذه الشعلة تنطفئ. هذا المشكل يعود عادة إلى الترموكوبل ولا الترموستا كليكسون. طريقة الفحص سهلة بزاف بزاف. إذا أول شيء نشوفوا نحيو هذا الترموستا كليكسون، نحيو الدفيش هذو، نشنتيهم في زوج، نعاود نشغل. إذا حكمت هذه الشعلة إذا ما علينا غير نروحوا نشريو الترموستا كليكسون جديد لهنا، تلقاوها في هذا المكان، تبدلوه تحلوا هذا المشكل. إذا دائما يعني المشكل بقى هو في هذه الحالة لازم تبدلوا الترموكوبل كامل، يعني تنحيو هذا اللي فيش ولهنا أيضا كاين السيركليب الصغير لهنا، ثم بعد ذلك تجبدوا الترموكوبل الخاص بكم لتحت فقط يتنحى، تروحوا تشريوا واحد كما هو تحلوا المشكل الخاص بكم.